بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انتوا عارفين احنا كل سنه بندرس سفر الاعمال في صيام الرسل عشان نرجع تاني لعظمه وحيويه وجمال الكنيسه الاولى، ونسخن روحنا كده ونقارن نفسنا باجدادنا ونستعيد جمال الكنيسه في شكلها الامثل. هنغش من روح سفر الأعمال بعض المواقف اللي بتحصل في حياتنا. فأول موضوع عاوز أكلمكم عنه، إزاي أواجه الرياء أو الكذب كخطية منتشرة في حياتي أو في حياة اللي حواليا في الخدمة. الرياء يعني للأسف مرض منتشر، الكذب، التجمل، تمثيلية التدين، مظهرية التدين، الحكاية دي موجودة كتير، موجودة في حياتنا، موجودة حوالينا. إنما سفر الأعمال لأنه كنيسة نقية عروس كده جميلة ما تقبلش خالص الحتة دي، مش مقبولة أبدا الحكاية دي في كنيسة الأعمال. تعالوا نقرأ جزء من أعمال 4 و5 ونحكي الحكاية. فأربعة أعمال 4:34 يقول: لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات. أصبحت كده إيه، ظاهرة في الكنيسة. لأن الرسل ما قالوش يعملوا كده، ما حدش طلب من الناس يعملوا كده، إنما الناس من حبها في ربنا وحبها في السماء وحبها في بعض خلاص بقوا يبيعوا ويحطوا تحت رجلين الرسل، وما حدش بيفكر مين عنده إيه. كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرص الجنس، أصله لاوي يعني، وقبرصي كان شكله معاه قرشين يعني، كان له حقل بتاعه، وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل، واحد يعني من المشهورين اللي عملوا كده. ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأة لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حناني، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع لم يكن في سلطانك، فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. قصة دي قصة مخيفة، وياما الواحد اتسأل، مش كتير العقاب؟ مش كتيرة؟ وهو لو ماشي العقاب لغاية النهاردة مين كده يعني، كناش هنخلص شغل يعني، كانت هتبقى الحكاية تخوف أوي. نشوف: وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، ونهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لا بطرس: ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. ناخدها حتة حتة، لأنه في كده حاجات عاوزين كلنا يعني نسمعها ونفكر فيها. لو حطينا نفسنا مكان بطرس، هنا بطرس الرسول رجل الله، كاهن الله، عشان يحكم على شخص انه مرائي، عشان انت كخادم تقول ده بيضحك عليا، ده بيمثل، ده مش متدين بصدق، دي مسؤولية فظيعة. مين انت عشان تحكم على اللي قصادك؟ تعرف منين؟ ما يمكن صادق. فكروا فيها كده. وهل من حقك تحكم؟ من حقك لو كنت بطرس، من حقك لو انت مسؤول، من حقك انك انت تنقي المكان اللي انت فيه من الرياء، بس ده معناه انك انت الاول ما فيكش رياء. ف
فهنا المسؤولية صعبة. عاوز اقول ليه بطرس قدر يعمل كده، ازاي بطرس قدر، وبطرس ده عامل عاملة قبل كده يعني، واخدين بالكم، ما هواش الشخص المثالي، انما ازاي بروح ربنا قدر ياخد الموقف الشديد ده، ده موقف صعب، موقف شديد، انه يقول له انت بتكذب على ربنا، يقوم يطب ساكت. وبعدين مراته انت كمان متفق مع جوزك، روح ايه كمان، مش ممكن واحد يقوم بالدور ده اما كانش مليان من روح ربنا، اما كانش يعني بيصلي طول الوقت عشان يبقى بالحدة دي او بالشدة دي، ده مش شغل انسان. عشان كده تلاحظوا في حاجة انتم يمكن ما تاخدوش بالكم، بطرس ما حكمش على حنانيا بالموت، الامر جه من فوق. بطرس كل اللي قاله انت ما بتكذبش على ناس، انت بتكذب على ربنا، اول ما قال كده صدر امر الهي انه حنانيا انتهت فرصته. هو عشان عرف ان ده عقاب الرياء، هو قال بقى السفيرة ايه، قال لها رجلين اللي شالوا جوزك هيشلوك، هو مش هو اللي بتاعته، مش هو اللي قرر انه لازم يموت. بطرس كان يتهيأ له انه بيوبخه عشان يتوب، انما في قرار، في امر الهي صدر انه لا، ده مش هيتوب، ده هيبقى عبرة للكنيسة كلها، لانه ده ممثل ومش ناوي يتوب، فربنا عارف القلوب. انما موقف مخيف، عشان واحد ياخد الموقف ده لازم يبقى جواه نقاوة، يبقى مليان بروح ربنا، يبقى بيصلي كتير قوي. احنا ساعات نستسهل ونقول فلان ده بيمثل، فلان ده في رياء، فلان ده بيكذب علي. حاسب انت مش قد الكلمة دي، مش قد الحكم ده، الحكم ده لازم يطلع من شخص نقي، شخص مليان بربنا، شخص بيصلي. انما كمان معلمنا بطرس حب يدي فرصة لسفير على فكرة، يعني بطرس لما لقى حنانيا مات راعي كأب موجوع، طبعا موجوع ان واحد من الرعية هلك، فسأل سفيرة سؤال، عاوز يقول لها معاك فرصة بنتي تنقذي روحك، ابي هذا المقدار بعتم الحقل، لو ترددت، لو قالت بصراحة لا، لو قالت استخسرنا الفلوس، لو قالت اي حاجة كانت عشت، هو عاوز ينقذها. انت بقيت بالفلوس دي، هو عارف، هو عارف كويس، خلاص فهم، وفهم من قبل ما يسأل حنانيا، عشان تاخدوا بالكم هو من الاول وحنانيا جاي بالفلوس قال له انت مالك جاي تتفق مع الشيطان كده، فربنا قايل لبطرس، واضح انه بقى عنده علم روحي عالي. تلاحظوا في السيناريو الاولاني حنانيا ما اتكلمش خالص، بطرس كان ربنا قايل له، فهنا مش بطرس مش عارف، هنا بيحاول يشجعها تتوب، بيسألها سؤال صريح تراجع بيه نفسها، انما هي ما استفادتش من السؤال. يبقى حاجتين مهمين قبل ما تاخد دور الحكم على الناس، لان حاسب تحكم على الناس، ربنا ياخد على كلامك، ربنا ياخد على كلامك كده يموت اغلب الناس، وطبعا في الاخر هيبقى الدور عليك. فحاسب انت تحكم على الناس، بالذات احنا ككهنة واسقفة معانا سلطان مخيف، يعني القصة دي تؤكد سلطان الكهنوت، كلمة الربط دي يعني ايه ربط، كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. بطرس قال له انت مش تايب، انت مربوط في خطيتك، هو قال كده ربطت في السماء، فصدر الحكم. لانه اغسطينوس له تعليق في الحتة دي يقول ايه، يختم السيد على قرار العبيد، سمين المعنى، يعني العبيد كهنة هم اللي يقولوا لا ده تائب سامحه يا رب حاضر، ده مش تائب ممسوك في خطيته حاضر. هنا امسكت عليهم، فين اللي بنقولها الذين امسكتموها عليهم امسكت، هو دور الكاهن يحل، لكن لو اللي قدامه كذاب كذبت تفته يتمسك عليه خطيته، يطربت عليه خطيته، يطربت عليه الدين اللي في السماء، خلاص كده لابد يسأل عن خطيته ويجازى في السماء، ويطلع الجزاء عشان الناس تتأكد ان بطرس ده مش بيقول كلام، ما هواش سلطان صوري، اتربط في السماء، فصدر قرار الهي انه يبقى قدام كل الناس يعرفوا ان بطرس ده صاحب سلطان.
عشان كده يقولوا صار خوف في كل نفس. حاجة مهمة، لما تلاقي حد بيغلط أو بيكذب أو بيمثل التدين، طبعا الكلام لينا والكلام لغيرنا، يعني إيه؟ لازم كلنا هنخاف، نبقى إحنا حنان أو يبقى فينا حتة حنان يا سفير. لكن كمان إذا كنت مسؤول واللي قصادك بيلعب لعبة التدين، بيمثل تمثيلية التدين، فاكر إن الدين ده منظر، كلمتين يتقالوا يعني من بره كده، ده محتاج مواجهة، ومواجهة عنيفة، ودي اللي عملها ربنا يسوع مع الكتب والفريسيين. ما في إصحاح في كلام المسيح له المجد بصعوبة الإصحاح بتاع الويلات. كل فئات البشر مهما كانت خطاياها كان ربنا يسوع بيعملها بمنتهى الحب والحنية وطولة البال والحكم. تقول زكى العشار، تقول السامرية، تقول المرأة الخاطية، تقول زي ما تقول، إنما الناس دول اللي فيهم كلمة إيه؟ المرائين. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، المرائين. في مواجهة، ومواجهة عين عينك، أصل أنتوا بتبيضوا القبور من بره ومن جوه عظام أموات ونجاسة. أصل أنتوا بتعشروا النعناع والشبت وتصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. أنتوا بتاكلوا بيوت الأرامل والعلة تطيلون الصلوات. ربنا يسوع وديهم مواجهة ما خللهمش. الله، ليه؟ الرياء بالذات ما ينفعش معاه غير كده. عشان كده نستغرب من اسلوب بطرس، لا ده مش اسلوب بطرس، ده الروح القدس على فم بطرس. انت لم تكذب على الناس بل على الله. لماذا اتفقتم على تجربه روح الرب؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ طب بالراحه شويه، طب ما تقول له ليه بس يا ابني كده؟ ايه ده داخل جامد كده ليه؟ الرياء كده. والرياء كده معناه لازم تعمل مع نفسك كده. لو احنا فينا رياء ما ينفعش الواحد يتخطب على روح وهو بيمثل التدين. لا، لازم يبقى شديد مع نفسه، لانه دي فيها شيطان بيدخل. تمثيلية التدين مجال ان الشيطان يلعب بالانسان. شوفوا الكلام الشديد، يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس؟ انا كلمة تختلس دي استغرب لها جدا، دي فلوسه، وحد هيختلس من فلوسه؟ مش دي فلوسه؟ ليه بيقول تختلس؟ لان هو عاملها بقصد او قدام الناس انها بقت فلوس ربنا. مش هي كده المنظر كده قدام الناس؟ ده المنظر كده قدام الناس، يبقى انت بتسرق من حاجة ربنا. على فكرة حنانيا لو جه وقال انا بعت بمية ومش هقدر ادفع غير 10، يقولوا له كتر خير. لو قال بعت بمية ومش هقدر اجيب حاجة، ربنا يبارك لك. لو قال بعت بمية وخده 50، ربنا يخليك. لو مش عاوز ابيع خالص، بيعش. ولا حالة من دول فيها مشكلة. هي المشكلة انه بيع بقصد ان الناس كلها تشاور وتقول حنانيا باع وجاب الفلوس للكنيسة. هي دي كل القصة. فهنا اصبحت اختلاس. تخوف ليه؟ كلنا بنختلس، بنختلس حق ربنا الحقيقي. لما انت تخدم خدمة حلوة وبعدين الناس تقعد تمجد فيك وتعظم فيك، اختلاس؟ هو انت عملت حاجة؟ انت ولا حاجة. انت اكتر واحد عارف ان الموضوع ما كانش ينفع يمشي، وانت مش قد الكلام اللي بتقوله، والنجاح ده ما ينفعش ينسب ليك خالص. اذا قبلت يبقى فيها اختلاس. كلمة صعبة بس هي كلمة بالنسبة للسمك دي خطيرة. اختلاس على فكرة اتقالت على ربنا يسوع له المجد انه لم يختلس. عارفينها بتتقال في القداس الاغريغوري، لم يحسب مساواة لله خلسة او اختلاسا. يعني ايه؟ يعني لما المسيح قال انا هو الله لم يكن يختلس. فاهمين المعنى؟ لان اليهود اعتبروه مختلس. حاشا، المسيح الوحيد اللي في التاريخ قال انا هو ولم يكن مختلس. في كتير قوي قالوا انا هو وسرقوا مجد ربنا، انما المسيح ما سرقش لانه هو 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 هو. انما احنا بقى بنسرق مجد ربنا. وبعدين تلاحظوا ان كلمة يا حنانيا، انا بحس ان بطرس كان قلبه وجعه، يعني مش بيقولها الشرر طالع من عينيه، لا، ده بيكلمه كشخص
كأب لابنه. ليه يا ابني يا حنانيا؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ ليه اديت له فرصة مجرد انه يناديه باسمه؟ دي معناها في حتة حب، في حتة عتاب. ليه؟ عشان كده انا اعتقد ان بطرس ما كانش عارف النتيجة، ما كانش عارف انه هيموت، وما يعرفش دي. هو عاوز يعاتبه ويوبخه بشدة عشان حنانيا يقول انا اسف اخطيت. لكن الروح القدس عارف ان حنانيا مش هيتوب، وعارف ان حنانيا مع سبق الاصرار والترصد، وعارف ان حنانيا كل اللي يهمه يكمل التمثيلية. فالروح القدس قرر يوري الناس نتيجة الرياء، نتيجة الكذب. واحد جايب فلوس للكنيسة يهلك. الله، طب الواحد ما يخدمش احسن بقى ولا ايه؟ لا، الواحد يبقى صادق، لا يرتقي فوق ما ينبغي، ما يمثلش الطقم، ما ياخدش منظر مش بتاعه، ما يكسبش كرامه وماجد مش قدها. وبعدين شوف التعبير، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ دي تفكرني انها اتقالت على يهوذا، يقول في يوحنا 3:13 حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا. استغرب، الأولاني قدام بطرس رجل الله، قدام الروح القدس والشيطان في قلبه، والثاني يهوذا قاعد جنب المسيح والشيطان مالي قلبه. هل يجرؤ الشيطان إلى هذه الدرجة إنه يبقى جوه الكنيسة ويبقى في حضور المسيح؟ يجرؤ لو اديت له فرصة، يجرؤ عن طريق باب الرياء. الشيطان الباب الأساسي اللي يدخل منه جوه الكنيسة باب الرياء، باب التجمل والتمثيل والغش. والغش هنا المكسب مش فلوس، المكسب كرامة. وبعد اللقمة دخله الشيطان، الغريب يأكل مع ربنا يسوع في قعدة الأغابي أو الحبورة اللي قبل الفسح دي، يدخل الشيطان قلب يهوذا. طب ربنا يسوع قاعد جنبه، ده المسيح يطرد أي شيطان في الدنيا، بس يهوذا مديله فرصة. يهوذا اللي بيقول له اتفضل. احنا جماعة لما بنجري ورا الكرامة زيادة بنقول للشيطان اتفضل، احنا لما بيهمنا رأي الناس زيادة بنقول للشيطان اتفضل. تكذب على الروح القدس وتختلس. ساعات الخطايا ما بتبانش في حجمها الا لما نقرا الانجيل ونكتشف حجمها. يعني بصراحه ما حدش فينا ما فيهوش حته رياء، وانا اول واحد. انما النص ده يخض. ليه؟ ايه التعبيرات اللي بتقولها دي يا بطرس الرسول؟ مجرد ان الواحد واخد كرامه شويه في الخدمه او مبسوط بيها يبقى كذاب ومختلس وفاتح للشيطان بقى؟ الكلام صعب قوي. الراجل ما عملش حاجه لسه، جاب فلوس. ما بالك وضعت في قلبك هذا الامر. وضعت في قلبك هنا بقى سبق الاصرار. يعني ايه؟ هنا تحسوا انه هو مبسوط بكده. يعني احنا كلنا لما بنخدم يعني مش عاوزين دي، خايفين منها، عايلين همها. كويس، يمكن ده السبب ان احنا ما متناش لغايه دلوقتي. انما حنانيا كان وضع في قلب، يعني استهوت الحكايه، بيلعبها بحرفنه زي الفريسيين بتوع الوقت ربنا يسوع. هو خلاص عاوز كده، هو خلاص احترف الموضوع. هنا وضعت في قلبك، يعني الموضوع جواه مستقر، مش لسه شهوه بتشغله وهو يصد شويه ويقع شويه. يمكن احنا في دي، احنا ايه، ساعات نتضايق وساعات نصدق وساعات نقول لا احنا ما نستاهلش. كويس، انما ده وضعت في قلبك. انت لم تكذب على الناس بل على الله. اصعب ما في خطيه حنانيا، عارفين لو قال لكل الناس انا بعت واديت الفلوس للكنيسه وجه بطرس في ودانه وقال له كأب اعتراف انا كذبت على الناس كلها، انا جايب ربع الفلوس، ما كانش حصل حاجه. هنا يبان بقى عظمة السر. مش عارف ازاي الناس هتعيش من غير اسرار الكنيسة، من غير كهنوت. ليه؟ رجل الله يمثل حضور الله. هو بطرس مش بيتكلم في كرامته الشخصية كبطرس، لا، هو بيقول له انت بتكذب على ربنا. فين ربنا في الموضوع؟ بطرس وكيل الله. قال له لما تكذب الناس كلها انا سامحك، لان ربنا يسوع قال لي ما تحلون يكون محلولا.
يعني سلطان الغفران في يد بطرس. يعني جاي تكذب علي انا، فاضل لك ايه؟ فاضل لك ايه؟ يعني لما تكذب على الناس كلها تيجي في الاعتراف تقول بس انا بكذب، ماشي. انما هتكذب كمان في الاعتراف، فتتجمل في الاعتراف، تفاضل ايه؟ فاضل ايه بينك وبين ربنا في الصدق؟ دي خلاص بقى كملت التمثيليه للاخر. التأديب، هل معنى كده الواحد ما يديش فلوس للكنيسة؟ لا يدي. هل ما يخدمش؟ لا يخدم. في تأديبات كتير قوي. يعني لو رجل الله لأن الفلوس دي غرضها مش مريح ممكن يرفضها ويبقى تأديب، زي الفلوس الحرام. لو الواحد متأكد ان اللي جايب له الفلوس ده الفلوس دي مش نقية تتحرق، تدخلش الكنيسة. وممكن يبقى رفض الخدمة، ممكن الكاهن او الاسقف يقول لواحد بطل الخدمة شوية. ليه؟ لانه ماشي في الرياء بزيادة، فخايف عليه، خايف عليه، فيقول له لا هدي شوية بقى لان المنظرة زادت. ممكن توصل انه يمنعه من التناول، يقول له لا الموضوع في قلبك صحيح لكن انت محتاج تتوب توبة صادقة شوية فاستنى. انما الغريب ان التأديب هنا وقع ومات. هنا التأديب ما جاش من ايد بطرس. تاني بقولها لكم انه يا ربنا اللي حابب يوصل الرسالة للناس كلها، وفاحص القلوب هو اللي عارف ان حنانيا لن يتوب. فكرني مثلا بقصة شاول الملك. صمويل النبي كرجل الله ظل يصلي من اجل شاول بعد فساده. شاول ده ابنه في الاعتراف، لغاية ما المسيح مرة جه شاول قال له، صمويل قال له ايه؟ ما تصليش عن شاول. جه صمويل يقول له كده، قال له كفاية صلاة من أجل شاول، أنا قد رفضته. المصعب أهو. ليه؟ هو ربنا بيرفض إنسان، ده ربنا حنين جدا، لأن ربنا شاف بسابق علمه أن شاول رافض ربنا للنهاية. قال له تعالى نمسح داود خلاص. معنته إيه؟ ربنا لو كان عنده، عشان ما حدش يلوم ربنا هنا، لو ربنا كان شايف أن حنانيا كلمتين الناشفين دول هيهزوه ويخلوه يتوب ويختشي كان اداله عمر. انما حنانيا واخد في وشه ومصر على الرياء، ما كانش هيتوب. فربنا حابب يورينا الدينونه في النهايه، ان الخطيه دي اللي جوه جو الكنيسه، اللي مع واحد بيخدم زي حنانيا، اللي متفق مع مراته يكملوا التمثيليه، مصيرها صعب، وقع ومات. اذا التاديب موجود، والتأديب ده كان للكنيسة كلها. ليه؟ ده واحد متعمد، ده واحد من جسم الكنيسة الأولى اللي لسه في إصحاح 5، يعني الحكاية لسه بالعدد مش وقت. وبعدين ده راح، ده راجل شكله متدين، ده راح باع الحق. التدخل الإلهي عمل إيه؟ جاب خوف عظيم، والحصل خوف عند كل الناس. إحنا ناقصنا خوف يا جماعة، احنا بنخدم وهنكمل نخدم. اوعى بعد الوعظه دي لقى كل الخدام قالوا ايه؟ لا يا عم مش هنشتغل معاها، كل شغلانه بتاعتكم تخوف. لا هنكمل نخدم. بس ما يعني نفسي نوصل للكلمه دي، بس صار خوف في كل نفس. وانت بتخدم ما تستسهلش وقفه المذبح، ما تستسهلش وقفه الشماس، ما تستسهلش تقف تكلم الناس، ما تستقلش بانك نازل لناس غلابه تكلمهم اي كلام. لا لا، صار خوف في كل نفس. اللي جايب اي مليم بعد كده يحاسب نفسه 100 حساب، هو انا قاصد اتمنظر ولا دي عن من قلبي؟ واللي جاي قدام رجل الله بيقول له كل اللي في قلبه مستحتوت منتهى الدقه. ليه؟ لا انا هتجمل قدام ابو اعترافي، قدام رجل الله؟ لا، الا دي خلاص. هنا تلاحظوا بقى الخوف عمل نوع من النقاوه في الكنيسه، ما خلاش الناس تتراجع. فضلت الكنيسه تضم كل يوم الذين يخلصون، فضلت تكبر. انما وهي بتكبر مش بتكبر اي كلام. كل اللي بيشتغلوا مع ربنا بيشتغلوا هم خايفين، بس خوف مقدس مش خوف الرعب. الخوف اللي يخلي الواحد يراجع على تصرفاته، يراجع على قلبه، يراجع على عطاياه، يراجع على غرضه وهو بيشتغل كل شوية، ويطلب التوبة والغفران كل لحظة، يبقى أمين مع نفسه.
تفكرني مثلا بقصة واحد اسمه عزة. افتكرين واحد اسمه عزة؟ عزة ده برضو القصة دي بتخلي الناس كتير قوي تتغاظ. عزة ده كان شماس طيب ابن حلال، صمويل الثانية اصحاح 6. ده راجل كان بيخدم على التابوت، ولما داود نوى ينقل التابوت لصهيون مدينة داود عشان تكريما لحضور ربنا، كان موجود في قرية بتاع في بيت واحد اسمه أبيناداب، راجل طيب وغلبان وبيحترم التابوت جدا وبيعامله بمنتهى القداسة والوقار، فربنا ارتاح في البيت ده. ربنا اصله لانه بيت فلاح بسيط، لكن ما يهموش الذهب والفضة، يهمه الحب والخوف المقدس. وهما بينقلوا التابوت في شريعة ان ما حدش يشيل التابوت غير الكهنة، وبعواميد ذهب مكرسة مدشنة، ما حدش يستجرى يلمس التابوت لمس، ولا الكاهن ولا الكاهن. يبدو ان داود نسي الطقس، وبقى لهم كتير الحكاية اصلا قبلها شاول بقى وقبلها القضاء، كل ده الفترة دي كانت فيه كساد روح، فقام حاطينه على عجلة بحيوانات وتيران بيشدوه. تيران ده ايه؟ ربنا لا يحمل بحيوانات، يحمل ببشر حبايبه. فبدايتهم كده الطقس مش مظبوط وهو مش واخد باله. وقال ايه؟ السيران انشمصت، يعني ايه؟ التيران هتحود بمزاجها شوية، فالتابوت هيبتدي يلق. فعزة فاكرها شيلة، فحط ايده يسند احتياطي، فمات عزة، مات. بس عزة اغلب المفسرين ما فسروهاش زي حناني عشان اريحكم. يعني حناني وسفيرة واضح ان مفيش توبة وفي رياء وفي توبة على رجل الله. عزة في نوع من عدم الوعي او عدم المعرفة، فقد يكون مات على الارض ولكن لم يهلك في السماء. عزة بالذات ممكن يكون مات تأديب للكل، تأديب لداود او لوحده، انك انت مش واخد بال. عشان كده على فكرة داود لقى اول بيت دخل فيه التابوت قال لك لا، هيجي عندي بيت صهيون هنموت كلنا. وبعد 3 شهور لما لقى بيت عبيد البيت الجديد ده اتبارك بالتابوت، قال اشمعنى بقى؟ عمل بقى ايه؟ الزفة الصح، جاب الكهنة وشالوا التاني التابوت عدل، مفيش بقى سيران في الموضوع، محدش حسك عينك يقرب من التابوت. واخدين بالكم؟ بقى هو اللي ماشي في اول الموكب، عمال يرتل ويتحرك مع الموكب بمنتهى الوقار والخوف. ليه؟ تعلم الخوف، خوف مقدس. كل الشعب بالالاف بقوا ماشيين في الموكب في خوف مقدس، انما احنا عندنا استهتار. النهارده جسد الرب على المذبح، وتلاقي شمامسه في الهيكل بيحكي، وتلاقي شمامسه تطاول ويمسك الصينيه والاواني. ايه ده؟ ده تابوت العهد اللي هو كان رمز وعمل ده كله. امال احنا اللي في الحقيقه دلوقتي اي خوف المفروض يبقى عندنا واحنا بنتعامل مع الاقداس؟ ربنا يحب الخوف المقدس والغيرة، والغيرة يجي معها تطبيق، تطبيق مع النفس. بعد في نحاس تصرف تصرف تلقائي بس عجب ربنا، وقت العجل الذهبي عبادة الأوثان دايما معها زنا، فلما عملوا العجل الذهبي كل يهودي بقى ياخد بنت مؤابية ويدخل الخيمة، انتهى الفساد ده، ما هو عبادة أوثان. فطلع فنحاس ده كان جد هارون، فنحاس ده حفيد هارون، فنحاس ده بقى شاب كده غيور، خد الرمح ودخل لقى واحد ابن يعني ابن رئيس القبيله واخد بنت مؤابيه ودخل بيها الخيمه، دخل وراهم وطعنهم هما الاثنين، توقف الوباء. ليه؟ ده الوش الثاني بقى. الوش الثاني من ايه؟ من واحد بيغير على ربنا وعلى حاله، حقاني بزيادة بس مع نفسه ومع غيره، وربنا بارك له ووعده انه نسله يكون مبروك على طول. وعشان خاطر فنحاس، مش عشان خاطر موسى، موسى كان عايش ساعتها، عشان خاطر فنحاس الشاب الجريء ده وقف الوباء. يبقى مش معنى كده ان احنا هننقل لسلبية، انا بقولها ليه القصة دي؟ مش معنى كده هتقول ماليش دعوة، لا لا، يبقى لك دعوة وتقول رأيك وتبقى خايف على الكنيسة، بس بروح في الحاس مش بروح الإدانة، بروح خوف الله. خوف الله لما الواحد يتملي بخوف مقدس غير خالص بكبرياء وإدانة، دي غير دي خالص. كمان ربنا سمح
بالحكاية دي والعقاب الشديد ده، لأن الشر في أوله سهل يتبتر، فدي كانت هتبقى عدوى لو اتثابت هتنتشر. زي مكروب داخل على الكنيسة، لو اتثاب هتلاقي كل يوم ناس تمثل وناس تتباهى وناس تتمنظر، وللأسف العدوى دي موجودة دلوقتي. فربنا يسوع عاوز يحافظ على كنيسة الرسل، الكنيسة الأولى، الكنيسة الصغيرة اللي لسه مبتدية، نقية. مش عاوز حد يدخلها تمثيلية، مش عاوز حد يبقى مسيحي يتكسب من وراها شيء. اللي داخل يبقى مسيحي داخل خسران، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. هتدخل عشان تاخد كرامة؟ لا، ما تدخلش. فهنا في عدوى، فربنا بطر العدوى بسرعة عشان كله بعد كده يكش، محدش هيمثل. وبعدين بانت في سفيرة، ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب. كان المفروض لسه في واحد يقول طب سفيرة ذنبها ايه؟ سفيرة كانت لازم تقول لجوزها لا، زي ما ادم كان المفروض يقول لحواء لا، زي ما ابونا ابراهيم كان ممكن يقول لسارة مرة لا. مش صح انك تشارك شريك حياتك في الغلط، مش صح ان القريب اللي له ده لا يزقك في حاجة غلط. لا لا، حق ربنا قبل حق الناس. كان الطبيعي من سفيرة تقول له هنكذب على ربنا؟ طب ما نقول ان احنا بعنا بكذا، طب ما نجيب العشر، واحنا لازم نعمل زي الناس. بطرس ما قالش. كانت مفروض توعيه، كانت مفروض تنبهه انه احنا مش هنعملها ليه؟ ان كنا عاملينها عشان ربنا طب ما ندي كل فلوس كلها، عاملينها عشان الناس طب ومالها الناس، هناخد منهم ايه؟ انما هي سفيرة عجبتها الفكرة وشاركت وكذبت. بطرس اداها فرصة توب لما سألها ماذا لكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ بهذا المقدار بيتم الحق، واضح من صيغة كلامه، يعني انا عارف يا بنتي مش مصدق. يعني الطبيعي انها تهز بطرس اللي بيتكلم رجل الله، مش مفروض تكذب عليه؟ تقول له بصراحة لا، كانت نجيت. لو تصورنا، هقول بقى موقف كده بس تضحكوش عليا، حطيت نفسي مكان معلمنا بطرس وقلت لو واحد دخل يعترف مات عندي هقول له مراته ايه؟ هيقولوا ابونا اللي بيموت الناس، الناس جايه تعترف تموت. ما هو الموقف كده. يعني تصورت انا بضعفي ان انا هقف خايف جدا، ليه؟ طب ده انا هخسر الناس، وبعدين هقول له مراته ايه؟ هقول له مراته ايه؟ هعتذر؟ هقول لها ما كانش قصدي، ما انا ما عملتش حاجه. هقول خساره، كان جاي برضو الكنيسه على رجليه، مش انا صدقيني. ممكن نجي لي احساس بالذنب. انا بفكر كشخص طبيعي يعني ضعيف، انما العجيب ان بطرس ما تهزش خالص خالص. يعني يمكن اللي حواليه بصين له كده بنظرات لوم وعتاب، لان افترضوا ان هو صاحب القرار، هو مش صاحب القرار، ده ربنا صاحب القرار. انما بطرس وقف زي الاسد، ولما دخلت سفيرة مش بيفكر يقول لها جوزك مات ازاي، القضية مش كده، القضية عاوز نعرف مصيرها. انت مشاركة في الجريمة ولا تايبة؟ انت هتكملي التمثيلية ولا بتجري ورا خلاص نفسك؟ شوفوا القوة بتاعت الرسل، شوفوا عظمة الاباء دول. طب ما يمكن الناس تبعد عنك، يمكن الناس تتضايق منك، يمكن الناس تلومك، يمكن الناس ما تجيش الكنيسة تاني بسبب اللي انت بتعمله في الناس. حق ربنا زي الاسد واقف بيسألها من موقف قوة مش من موقف ضعف. ده واحد تاني خالص غير بتاع الجارية، مش كده؟ تبصوا على بطرس، ده بطرس بهز قدام جارية. النهاردة في واحد لسه ميت قصاده بسبب كلمة منه وهو مش مهزوز. ليه؟ ده شغل ربنا، انا بشتغل مع ربنا مش انا صاحب القرار. هنا بقى نقاوة القلب. ما فكرش طبعا ان ممكن التبرعات تقف، لا خالص، تفرقش معاك الكلام ده خالص. الفلوس تحت رجليه، ما بيعرفش هم حطوا كام. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارج، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. ماتت. هنا عاوز اقول لكم فكرة كده
عند رجلين الرسل كان في حاجتين قبلها على طول، يقول كان يحط الفلوس عند رجلين الرسل، دلوقتي عند رجلين الرسل كان حنانيا وسفيرة ميتين. فاهمين الفكرة؟ يعني دي تساوي دي، الفلوس والموت يعني ولاد عم، بدل قلبهم في الفلوس يبقوا يقعوا ساكتين ميتين تحت رجلين الرسل، لان هما جايين والفلوس في قلبهم مشغولين بيها، يحبوها قوي ما طلعتش من قلبهم خالص. فبطرس اللي المفروض يدي الحياة، الكهنوت سر الحياة بيعتبروه كده في العهد الجديد، ليه؟ الكاهن بيدي حياة في المعمودية، بيدي حياة في التناول، بيدي غفران وحياة أبدية في الاعتراف، هو موصل جيد للحياة الأبدية، ده دوره. النهاردة بقى بسبب ان ده داخل بالفلوس عاوز يشتري بالفلوس، الفلوس شغلها، يبقى هو مكانه جنب الفلوس والفلوس مكانها التراب، فوقع تحت عند رجلين بطرس، بقت جنب فلوسها. يعني واخدين بالكم المعنى اللي عاوز اوصله؟ هو انت فاكرة الحكاية فلوس؟ هي قيمة الخادم في الفلوس اللي بيجيبها؟ مش فاهمين حاجة، كنيسة عمرها ما كانت بتبص على الفلوس، اخيب حاجة في الخدمة الفلوس. نختم ونقول ايه؟ ماذا لو اخذوا رأي بطرس اولا؟ يعني عشان ننجو من خطية الرياء، تعالوا نقول 100 حل. خليك صادق مع اعترافك، حتى لو فيك ضعف الرياء اعترف بيها في كل اعتراف. انا حياتي لا تخلو من رياء، قول لأب اعتراف انا ما زلت احب الكرامة اللي في الخدمة، انا مبسوط ان الناس شايفاني خادم. خليك صادق مع بطرس، حط حطه تحت رجليه، بس قول كمان موقفك بصراحة، لو عملت كده مش هتتعاقب العقاب. خليك صادق وقول بالظبط الغرض، انت بايع قلت جبت جزء، يعني ايه؟ انا بحب ربنا وبخدم، لكن كمان بحب الناس دي وبنبسط معاهم، كمان بحب الكلمتين المديح اللي بيجوا، كمان بضيع وقت، كمان ماشي. قول كل حاجة، قول كل حاجة عشان ايه؟ تبقى صادق. يا ريتهم ما كانوش قلدوا الناس، احنا مشكلتنا ان احنا ساعات نقلد، يعني بقت في موضة دلوقتي اسمها الخدمة موضة، انا نفسي كل الدنيا تخدم، لكن مش عاوزين الناس تدخلها كموضة. موضة ان الناس تجيب في بيوتها حد ويعملوا درس كتاب، ساعات تبقى موضة فالناس واخدها منظرة. لا، افحص قلبك الاول، هو انت جايب ابونا عندك عشان تقول ابونا جه عندي وتفتخر، ولا انت شايف في رجل الله بركة للبيت فعلا؟ دي غير دي. سمعان الفريسي جاب المسيح بيته عشان يطلع يقول المسيح دخل بيتي، لكن ما كانش بيحب المسيح. المرأة الخاطئة راحت ورا المسيح وتذلت من نظرات الناس وكلامهم، بس بتحب ربنا وطيبة، هي اللي خدت كل حاجة. سمعان ما خدش ولا حاجة، خد لعنة بدل بركة، وطلع مديون للمسيح، خرج من القعدة دي مديون، بس التانية كل الدين وقع عليه، وقع منها. ما تقلتش. في ناس بتجري في الخدمة، مش لازم تجري بنفس السرعة، هم عندهم حب وروحانية أكتر، مش لازم تجري بنفس السرعة، مش لازم تعمل زي ما بيعملوا، مش لازم. قول تقدر انت تعمل ايه، لان ساعات التقليد الزيادة يخلينا نقع في اكتر من حجمنا، حاجات تتعبنا. على الاقل امتنع عن المشاركة في الرياء، لو لقيت تمثيلية فيها مديح زيادة، مبالغات زيادة، كلام زيادة، ما تشاركش. قول انا مش حابب اللغة دي، مش عاجبني الكلام بالطريقة دي، ده كل ده شغل ربنا، لا فلان ولا علان، انا ما انا بل نعمة الله. قول لا لنفسك او لأقرب الناس ليك، قول لا لنفسك لما تعمل حاجة بقصد الناس جوه الخدمة، قول لا مش هعمل، او قول لا لشخص غالي عليك قريب منك لما تحسه ماشي في السكة دي، حذر نبهه، قول بلاش المدخل مش كده.
يمكن ده يدينا فرصة أخرى، وربنا مدينا الفرصة الأخرى. يعني قصة حنانيا وسفيرة ما كانش فيها فرصة أخرى، احنا كل يوم عندنا فرصة تاني، فربنا يستر علينا ونستغلها لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. كيف أتأكد أني أحكم على حاجة غلط شايفها أنها روح غيرة ولا زعلان على الشخص اللي عمل غلط في حق ربنا لكن اللي حواليا بيقولوا لي ده كبرياء؟ بصوا، اللي يوزن أنها غيرة ولا إدانة كلمتين: الحب والتواضع، فضلتين يحموك من، لكن حاس ما اعتبرش متكبر انه ما استأذنش حتى من موسى ولا صلى وخد قرار بنفسه دخل وبيموت. ايه ده كله ده؟ الراجل ده كان عن حب ومتواضع، هو من فضل ربنا. هو الراجل ده مش بيشتغل لنفسه، مفيش ادنى كبرياء جواه، فالحكايه دي عاوزه فحص للنفس. لو بتحب الشخص جدا وخايف عليه تروح تنصح لانه بيعمل حاجه غلط، حب مش لانك انت احسن منه، لأنك متواضع أنت مش شايف نفسك أنت صح وهو غلط، أنت كمان بتغلط في حاجات تانية. فاللي يحميك من الخطية دي هي الحب والتواضع. رجعهم وبعدين يتكلم لو عاوز تتكلم، لكن اللي يقلبها دانة أن ما يكونش فيها حب وتواضع. لا، بس في فرق بين انا مش عاوز الناس تعصر فيا، لان العثرة انا تسببت في خطيئة الاخرين، فانا بجاهد عشان ما شيلش دمهم، ده خوف مقدس. لكن انا عاوز ابان البرفكت قدام كل الناس، لا دي غير دي. زي ايه؟ مفاكرين لما حكيت لكم مرة حكاية القديس اللي كان تلميذه بيحبه قوي زيادة، وكان راجل كبير، وبعدين دخل ينام فجاله زوار. الزوار قالوا لتلميذه عاوزين ابونا نقابله، قال لهم لا بيصلي. فابوه سمع من جوه فناداه، قال له انا كنت بصلي؟ فالتلميذ اتكسف قال له اخطيت ابويا، يعني بس هم عارفين انك بتصلي على طول يعني. قال له لا، فيش حاجة اسمها كده، لما كنا نايم تقول لهم نايم، لما كنت باكل تقول لهم باكل، ما كنت بصلي قول بصلي. فمين هو عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له الحكايه مش تمثيليه، الحكايه مش تمثيليه، مش معنى ان انا ليا سمعه يبقى بصلي على طول. فاهمين الفكره؟ هو الاب هنا كان عاوز يبقى واضح مع نفسه، لان دي مش مفروض تاثر الناس ان ابونا بيكون بياكل حتى لو قديس. لكن مثلا في تصرف معين في ناس هتعصر، لا، وايلو اللي ما تاتي منه العثره. الخوف من العثره خوف مقدس، انما البحث عن مجد الناس هو ده المؤذي، هو ده الرياء. مجدا من الناس لست أكبر، برضو بينهم شعرة زي ما أنت بتقول، لكن هي عاوزة الواحد يفحص نفسه. علاج الرياء هو الفحص المستمر والتوبة. يعني افرض لقيت حتة رياء، يا رب سامحني ونظفني. ده مش غلط، بس هو الغرض هو اللي بيحكم فيه رياء ولا ما فيش رياء. انت بتعمل حاجة عشان بتسلم اللي بعديك، نوع من التلمذة، طب ودي مسؤولية عليك ولادك، او مضطر تدي حتى لو الناس خدت بالها، بس ما انت كمان عاوز تاخد بركة العطاء. مش فارق معاك الناس قد ما فارق معاك العطاء، خلاص ادي. لدرجة واحدة من القديسات مش فاكر اسمها ايه قالت اعطي بيدك اليمنى حتى لو نظرتك اليسرى الى ان تكف اليسرى عن النظر. يعني ايه؟ يعني ما تعطلش العطاء لمجرد الخوف من ان حد يشوفك، بكره ما يفرقش معاك حد يشوفك. يعني فاهم ازاي؟ توصل انك مش فارق معاك، لكن لو بتدي بس عشان الناس هنا بقى الرياء. يعني بتعملها بس عشان الناس تبص. نشكر ربنا مفيش حد واصل للحته الصعبه دي، انما كلنا لسه مشوبه، يعني ايه؟ فيها شوائب. لكن مثلا عند المراه التي صاحبت الفلسين اتقال ايه في الكتاب؟ ان الاغنياء كانوا بيرموا عشان الناس تنظرهم، نص الكتاب كده، لكي ينظرهم الناس. هنا نص صريح بيعملوا كده عشان الناس تبص. طبعا صاحبة الفلسين وناس كلها تبص.
نعم. الصلاة في الخفاء بس ما يمنعش ان احنا لما نحضر القداس طبعا نستخبى نروح فين، ما احنا لازم نصلي قصاد بعض. انما امتى الرياء؟ يتقال لعلة يطيلون الصلاة، يعني واحد قاصد يطول عشان يقولوا قديس. لا، فاهم الفكرة؟ هنا العلة، العلة يعني برضو هي تعتمد على رغبة الإنسان. لو الموضوع طالع طبيعي ده يمكن الناس تتريق مش تمرح، واخد بالك؟ يعني في واحد لما يصلي في بيته ويبقوا عاوزين مثلا يتعشوا وهو لسه بيصلي الباشا جوه، ياخدوه يغسلوه يعني يهزقوه يتريقوا عليه، هو واخد كرامة يعني. هنا ما خدش مديح، ده خد كلمتين في عظمه عشان طول في الصلاة. انا عاوز اقول ايه، ما نقدرش نثبت لها معيار واحد. الركع القلب، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ مش مهم التصرف الخارجي، التصرف الخارجي مش هو الاساس، المهم جوه في ايه. انت قاصد الناس تمدح، قاصد الناس تمجد، ولا بتحب المخدوم، بتحب ربنا؟ نعم يا من اجل المسيح ما تبقاش رياء. بقول ثاني اهو، واحد عاوز يشارك في عطاء لغير مسيحي عشان الناس تعرف ان احنا قلبنا مفتوح للكل، ويعرفوا ان احنا اللي معلقين صليب بنحب الكل. طب دي شهادة للمسيح، شهادة للمسيح. هو مش قاصد ياخد منهم كرامة، لا، ده اللي بيفكر يشهد لربنا. دي غير دي. حد له رأي تاني؟ يلا اتفضلي اخر رأي، معلش اخر رأي. بصوا يا جماعة، اولا بلاش انتوا كخدام عارفين ان مفيش ولا خادم كامل، فبرضو حكاية في خادم يعمل كده، ما كأن الخادم ده المفروض ما يغلطش خالص، ما احنا بشر وبنغلط. فاحيانا بعض الناس بتبالغ في حتة خادم كأنه ممنوع من الغلط. كل خادم بيضعف، هل الاحسن ان انا احرمه من الخدمة يبقى الحتة الحلوة اللي في حياته راحت، ولا اضبط الحتة الوحشة؟ فكروا فيها كده. يعني افرض شاب لسه يعني في ضعفات في حياته، لسه في شهوات مغلوب فيها، لسه مش مؤدب كفايه مع والديه، دخل خدمه وابتدى يبقى جوه الكنيسه، مش دي خطوه كويسه؟ المفروض وجوده جوه الكنيسه وجوه الخدمه يظبط الحته الغلط، انما احرمه من الخدمه دي لما يكون في نوع من يعني تجاوزات الزياده قوي والعند والمكابره. يعني ايه؟ انا هخدم وافضل اغلط، لما يكون دي نفسيته نقول له لا ما تخدمش. انما لسه عن ضعف، لسه في ضعف، طب ما كلنا بنضعف وبنخدم، فانا احتويه وحايله واعلم تعليم عام، اقول يا جماعه بلاش بسببنا كخدام بيوتنا تعصر، ولادنا بيشوفونا فبيلاقونا منظر حلو في الكنيسه ومنظر مش حلو في البيت، الحكايه دي مؤثر، تعالوا نتجنب، نعلم نفسنا، نحاول. لكن دي لازم اب الاعتراف اللي ياخد فيها قرار، مش أب. يبقى ممكن يبلغ اب اعترافه، اب اعترافه طبعا ممكن يبلغ. هي ساعات الامهات تكون مستفزات برضه، معلش صدقوني ساعات تبقى ايه الحكايه مقلوبه شويه. لو انا في موضع مسؤوليه وخبيت ضعفاتي في بعض الاحيان ده نوع من الرياء؟ لا، ده تجنب اثر. يوحنا الدرجي له كلمه مشهوره هنا، سألوا رئيس دير، أنا درجة ده كان رئيس أديورة في جبل موسى، كان بيشوف موسى بعينيه، يوحنا الدرجة كان قديس عظيم في القرن السابع، فرئيس دير قال له يا أبي هل أكشف لأولادي عن ضعفاتي لألا أتكبر؟ قال له اتركهم يا أبي يروك ملاك من السماء كي يتعلموا منك، وقدم توبة عن ضعفاتك، ما تكشف لهمش ضعفاتك، ليه؟ ربنا ساتر عليك وهم كونك كبير في نظرهم بتعلموا منها، تهد الصورة دي ليه؟ تأذيهم ليه؟ روح توب بينك وبين ربنا. فيبقى مش ضروري ان انا كخادم اقول للناس انا وحش، لا. فما انت لو قلت للمخدوم، زي واحد مرة خادم كان لسه بيشرب سجاير بينزل عشوائيات، فدخل للواحد بيشرب سجاير قال له احنا نخمس مع بعض، ايه اللي نخمس مع بعض؟ بوظ الدنيا. خادم ايه اللي داخل يشرب سجاير في البيت؟ لا، ده لازم ده كده يحاسب عن الخطأ ده، لأن ده المخدوم مش هيحترمه أو مش هيقبل منه كلمة ربنا، مش هو ده اللي قصده بولس لما قال صرت للضعيف كضعيف.
انما عارفين لو قال له انا بجاهد وكنت بجاهد وربنا ساعدني وخلصت منها، دي رسالة مشجعة، دي ممكن تتقال، بس يكون خلص منها فعلا، ما يقولوش انا لسه بشر برضو، لا يشوف من نفسه انه مش قادر يعاتبه لان هو نفسه مخلص منها. واضحة الفكرة اللي عاوز اقولها؟ فدي يعني ناخد الامور باعتدال، لان نفس التلاميذ لما كانوا بيخدموا كانوا بيغلطوا لسه. معلش سؤال كمان، ازاي انصح شخص من المفروض انه امين خدمتي ويعاملنا باسلوب عصبي شوي؟ انا رأيي ان احنا في مجتمعنا في الخدمة لازم نبقى فيه حب وفيه تواضع، وربنا يسوع قال ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. فاذا كنت انا خادم ولي امين خدمة كف شوي، انا اعتقد ان ممكن اروح لك خادم واقول له يا استاذ فلان اقول لك حاجة عشان ما حدش يزعل منك، الاسلوب ده ناشف شوي، انا بتعب منه وغيري بيتعب منه، فاقبلها مني اخوك الصغير او ابنك، الاسلوب ده ممكن يتعب ناس، تبقى عملت اللي عليك. هو بعد كده قدام ربنا وصلته الرسالة، يجوز هو بطريقة كده، يعني القديس بخوميوس كان عسكري يقوله في القرن الثالث والرابع، الدير بتاعه كان عساكر وفي عقوبات عسكرية جوه الدير، وراجل قديس، فكان جاف جدا وشديد، انما كان منهج، طلع الافات من الرهبان عساكر ناشفين جدا، لكن ليه قصص تانية تورينا ان هو كان ناشف مع نفسه اكتر من اي حد، وانه كان حنين جدا في التعامل الشخصي مع اي راهب، لكن كسيستم كان عسكري. فعاوز اقول القصة يعني ايه، في مرونة وفي حكمة، لكن اتكلم اتكلم وعاتب امين خدمتك. بس برضو بحب اقول حاجة تاني، بعض الخدام لا يحتملوا ان يكون فوق دماغهم رئيس، معلش بحكم السن او المركز يقول لك ده امين الخدمة اصغر مني، معلش ايه ما يكون اصغر منك في ايه، ما تحتمل، احنا يعني كلنا مش موظفين، احنا كلنا جايين ناخد بركة الخدمة، اذا كان هو الليدر وبيقول يمين يمين شمال شمال ما نمشي، هو دي القرار مسؤوليته، انا ليه قرار تاني على قدي مسؤول عنه خالص. فبرضو عاوز اقول ايه، راقب نفسك لأي لا يكون ابريائك منعك انك تقبل نصيحة الامين، انما لو هي فعلا بقلب ناقي شايف ان الامين جف شوية او عصبي زيادة، عاتبه بحب، والعتاب بيكسب نفوس كتير قوي. نكتفي عشان الوقت.